السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام. معكم المهندس ياسين، مؤسسة ابداع تكنولوجيا للتكييف المركزي في مدينة أبو ظبي والعين دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله جميعا، نقدم بعون الله كل ما ينفع وكل ما يفيد أفراد المجتمع، سواء ملاك مشاريع، مقاولين رئيسيين، مقاولين تكييف، سواء الفنيين العاملين في هذا المجال، سواء المهندسين الجدد اللي داخلين طبعا إلى هذا المجال. إن شاء الله الشيء اللي إحنا منقوم بتقديمه إن شاء الله شيء كثير مفيد، وأيضا عندنا شيء كبير جدا وهو قناتنا على اليوتيوب اللي منقدم فيها كل ما يهم المهتمين في هذا المجال. طبعا احنا عندنا ماكينة الباكج، شرحنا في البث السابق عن المكونات الأساسية لماكينة الباكج يونت مثل ما شايفينها أمامكم. طبعا الناس اللي داخلين جديد إلى هذا المجال، كل شيء دائما لما يكون مجهول بيكون يعني شيء مخيف، وطبعا العلم هو دائما الوسيلة والحل لي طبعا ان الانسان يصير يعني يقدم شيء، لانه احيانا بيكون الشخص عنده امكانيات، عنده مواهب، عنده قدرات عالية، ولكن ما بيكون الامور الاساسية عارفها او واصلته المعلومة. لذلك احنا طبعا مثل اي اخرين او ناس اخرين بيدخلوا الى المجال جديد، بيواجهوا طبعا الحصول على المعلومة. الحصول على المعلومة، أنا عندي هاي ماكينة الباكج، أنا في لما أنا مثلا والله تخرجت من الجامعة كمهندس ميكانيك أو كمهندس تكييف، أنا كنت أشوف هذه الوحدة اللي عبارة هون عبارة عن شكل مرسوم على الورق. عملية أنه إحنا نوصل لك المعلومة بالتفصيل على الواقع، يعني إحنا بنعتبر أنه هذا الأمر بالنسبة للشخص اللي ما عنده المعلومة أمر كبير وعظيم، لأنه إحنا عانينا بالحصول على هذه المعلومة، وطبعا بذلنا جهد كبير وأخذنا وقت طويل حتى وصلنا لهذه المعلومات اللي موجودة معنا. لذلك إحنا نذرنا أنفسنا نقدم هذه المعلومات على طبق من ذهب لأحبابنا وأبنائنا وزملائنا الجدد اللي راح يشتغلوا في هذا المجال، على أساس أنه يعني نختصر عليه كثير من الأمور. كل شيء موجود أمامك، تصميم، رسم، تنفيذ، ملاحظات، طرق تركيب، طرق رسم، طرق تصميم، كل ما يخص هذا المجال راح تلاقيه على قناتي على اليوتيوب بشكل مجاني تماما. تمام، يعني الناس بتقدم كورسات بمبالغ مالية كبيرة وبتقدم معلومات سطحية، ولكن إحنا إن شاء الله كمهندس تكييف وكخبير استشاري في هذا المجال، أنا بقدم لكم كل ما يتعلق بالموضوع، ليس فقط هون الشرح. إحنا بنشرح، عندنا كورسات موجودة على قناتي على اليوتيوب مع التطبيق العملي. فإحنا قناتنا عبارة عن خلينا نقول يعني هدية، ولكن هدية بالنسبة للعاملين في هذا المجال، خاصة احنا بنتكلم عن الجدد، هدية احنا بنعتبرها هدية كبيرة جدا، ونرجو الأجر من الله عز وجل. اللي بنتمنى من الموجودين حاليا معنا على صفحتنا على التيك توك الدعم فقط بالتكبيس على الشاشة، تمام، حتى توصل طبعا البث لأكبر قدر ممكن من الناس اللي ممكن يستفيدوا. فقط هذا هو المطلوب، فما تبخلوا علينا لو تكرمتوا فقط بعملية التكبيس. طيب خلينا نشرح دائرة التبريد في ماكينة الباكج اللي موجودة حاليا معنا. حاليا احنا قلنا عندنا الغرفة تحت، تمام، راح يكون في عندي، شكرا، راح يكون في عندي طبعا ماكينة الباكج بيكون فيها دكت مجرى هوائي مودي طبعا مع الدكت الرئيسي اللي هو الهواء البارد، وعندي دكت راجع تحت، تمام، راح يكون مرجع لي الهواء الساخن، تمام. فأنا عمليا راح أبدأ من الهواء الساخن اللي راجع عندي
من الغرفة أو من المكان اللي إحنا بنسميه إحنا المكان المكيف. تمام شباب، لو سمحتوا يعني بس تكبيس على الشاشة لا أكثر ولا أقل. إذا أنا هون رح أبدأ أنه أنا في عندي هواء ساخن. خلينا نعتبر أنه إحنا حاليا شغلنا الوحدة اللي هي وحدة التكييف، فبالتالي الهواء أنا اللي موجود داخل الغرفة كله هواء ساخن حامل للطاقة الحرارية اللي إحنا نشرح عنها. تمام، إذا هذه الوحدة تقوم بسحب الهواء اللي هون اللي إحنا بنسميه الهواء الراجع. كيف تسحبه؟ نيجي لهون إحنا مثل ما بتعرفوا أنتوا الوحدة الداخلية اللي هي السبلت اللي موجودة عندك في الغرفة بتشوف إنه إلها مروحة بتقوم بسحب الهواء وضخ الهواء، صحيح؟ نفس المبدأ، هاي عندي مروحة هون شايفينها؟ هاي عندي هون مروحة شايفين؟ هاي نفس الشيء ولكن شكلها مختلف، حجمها مختلف، ما بهمنا، بهمنا إنه في مروحة تقوم بسحب الهواء ودفع الهواء. تمام؟ طيب هاي المروحة بتقوم بسحب الهواء، طبعا هاي دفع الهواء من هون، هذا اللي بنسميه احنا السبلاي، رح تدفع الهواء البارد من هون. خلينا من الهواء البارد، خلينا نرجع على طبعا بمجرد ما انه في عندي مروحة انا بتدفع هواء معناته بتسحب هواء. يعني المروحة انا اذا بدي امنعها تسحب هواء ما رح تطلع هواء. لانه الهواء اللي بدي تقوم بسحبه لازم يكون في عندي مصدر يدخل وتطلع الهواء، تمام؟ طيب انا عندي هاي هون عملية السحب بتكون من الأسفل، تمام؟ هاي هون السحب شايفين تحت، هون فتحة المروحة بتكون تحت، تمام؟ فعمليا بتسحب الهواء من هون من هاي المساحة الموجودة. هذا شو عندي هون؟ هذا هو الروديتر اللي احنا بنسميه المبخر واللي هو بيكون موجود عندك في الغرفة بالوحدة الداخلية معلق على الجدار. بينما هون مثل ما شايفين احنا عندنا موجود في الوحدة الخارجية، ليش؟ لانه صرنا احنا قلنا هاي عبارة عن باكج يونت، يعني انا تخلصت من الوحدة الداخلية وخليتها موجودة مع الوحدة الخارجية في نفس البوكس او في نفس الباكج الموجود. تمام، الهواء اللي موجود هون المروحة راح تسحبه، طبعا هون هذا الهواء الموجود هي عبارة عن الزعانف هاي اللي شايفينها الروديتر الموجود، ايضا هو هون بيكون نفس الشيء. هاي هو هاي الاريا الموجودة عندي، هاي هو الراجع اللي قلنا الفتحة اللي راح تدخل عندي الهواء اللي راح يجي من المكان المكيف. هذا الهواء راح يرجع عندي هون يدخل عندي شو؟ ساخن. بيدخل من هون بسحب الهواء، هون في عندي فاكيوم يعني عملية سحب، تمام؟ فالهواء راح يجي من هون يدخل من ضمن هذا الروديتر شايفينه، نفس روديتر السيارة، ويطلع من هون تسحبه مين؟ تسحبه هذه المروحة وتقوم بدفعه باتجاه الامام، تمام؟ طبعا بس انا بعتذر ان الشباب محمد بعتذر منك، ما يعني انا ما باخذ حاليا الجست خلال عمليات الشرح، فيا ريت تتابعنا على اذا في اي سؤال اكتب لي اياه كتابي لو تكرمت. اذا انا هون عندي الراجع، الهواء المروحه بتسحبه من هون بيدخل من ضمن هاي الزعانف اللي هي زعانف الروديتر اللي هي نفس روديتر السياره اللي بتعرفوه، ومن ثم بتدخل من فتحة المروحة من هون، والمروحة بتقوم بدفعه من السبلاي اللي موجود معنا هون، تمام؟ إذا هاي المروحة مثل أي مروحة بتقوم بسحب الهواء ودفعه، سحب الهواء ودفعه، بتسحب الهواء بتخليه يمر من هذا من خلال هذا الروديتر، تمام؟ وبتسحب الهواء من هون من هاي الفتحة اللي هي هاي بتروح لوين؟ على المكان المكيف. إذا أنا هاي الفتحة بيتم دخول الهواء الساخن من هون من خلال دكت او مجرى هوائي، هون راح يتم تركيبه هون عندنا مع الدكت الرئيسي ومع الريتيرن، تمام؟ هذا الهواء الساخن راح يمر من خلال هذا الروديتر. طيب انا الهواء المادي اللي راح تمر من عندي من هون، في حال كان هذا الروديتر عندي هون ساخن، تمام؟ فعمليا الهواء اللي هون في حال كان ابرد فهون راح يطلع عندي الهواء اسخن، صحيح؟ يعني راح يصير في عندي عملية تبادل حراري من ضمن هذا الروديتر أو المبخر الموجود معنا هون واللي هو مبخر الوحدة الداخلية، حلو؟ طيب إذا كانت هاي البايبات اللي موجودة عندي فيها هواء بارد شو اللي بصير؟ كان عندي الهواء هون ساخن، اللي بصير إنه بصير تبادل حراري، الهواء الساخن راح يمر من خلال هذه الزعانف الموجودة، صحيح؟ ويبرد يرجع يدخل من خلال هذه المروحة، والمروحة توديه على المكان المبرد هواء بارد، واضح؟ إذا هذا عندي الروديتر الموجود هو عبارة عن سطح التبادل احنا بنسميه الحراري
اللي راح يعمل لي تبادل حراري ما بين الهواء اللي جاي هون وما بين المادة ودرجة حرارتها الموجودة داخل هذه البايبات. تمام؟ احنا في حالتنا بالتكييف هذا اسمه المبخر، بيكون عندي المادة الموجودة هون واللي هي فريون، تمام، بيكون درجة حرارتها منخفضة جدا مقارنة بالهواء اللي عم يجي من الغرفة. بالتالي انا هون شو بدي يطلع عندي هواء؟ لما يطلع عندي الهواء هون يعمل التبادل راح يطلع عندي الهواء بارد، بالتالي راح تقوم هاي المروحة بسحب الهواء البارد ودفعه، ومن ثم عملية تدوير مستمرة للهواء. شايفين؟ دفع بارد، سحب ساخن، تبريد، هواء صار بارد، دفع بارد، رجوع. بتظل هاي الدورة عندي شغالة لحتى نوصل لدرجة الحرارة المطلوبة واللي انت ضابط عليها الترموستات. لما توصل هذه الدرجة هون بيخبر هذه اللوحة انه انا يعطيك العافية بتقدر ترتاح ايها الكمبرسر. طبعا الكمبرسر يتوقف، المروحة الخارجية تتوقف، تبقى عندي فقط المروحة الداخلية واللي هاي هي هون تقوم بعملية تدوير الهواء، تقوم بعملية تدوير الهواء. هاي بالنسبة لمبدأ العمل العام. احنا بالفيديو القادم راح نشرح شو اللي بيصير عندنا كدارة تبريد. تمام؟ فبتمنى منكم الموجودين المهتمين خلكم معنا، بعد دقيقتين راح نتوقف نفصل للبث ونرجع مرة أخرى، ولكن نتمنى أنه تكون حالتكم أحسن من الحالة الموجودة حاليا. يعني ما حدا عم بيكبس على الشاشة، احنا اللي طالبينه تكبيس على الشاشة فقط. احنا بدنا ناس تستفيد، ما بدنا لا ورود ولا بدنا أسود. احنا غايتنا طبعا قناتنا على اليوتيوب موجودة، فقط الموجودين تكرموا علينا بالتكبيس على الشاشة، ممكن يجي شخص يستفيد من هذا الجهد الكبير اللي احنا بنقدمه. بستأذنكم أنا راح أفصل البث ونرجع بعد دقيقتين نبث، لأنه هاي الفيديوهات بننزلها على قناتنا على اليوتيوب. خليكم معنا.